يا هلا بعريس الأردن، يا هلا بالعريس الغالي، يا هلا بيك بين ربعك وأهلك، بين ناسك وجندك، يا أهلا وسهلا. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، قرة عين جلالة قائدنا الأعلى وموضع الثقة والتقدير ومعقد الرجاء والأمل لأهلك وعزوتك، نسلم لكم طوعة من تجلنا يوم نشوفك عند حسين موجود شبيه جدك على ما واجدنا. جيش دلالة الملك المعظم، جيش دلالة الملك المعظم. الله يعطيكم العافية، الله يبارك فيكم، بشكركم على هذه اللفتة الكريمة، هذا مش غريب عليكم. مثل ما دائما بيقول جلالة سيدنا وبيحكي لي، صحبة رفاق السلاح صحبة قوية وصادقة. كثير انبسطت اليوم وعقبال كل العزبية اللي معنا اليوم.